تكلمنا على مسألة عدم الالتفات إلى الأصل، تكلم هو على المقدمة الثالثة، أعتقد انتهينا منها، والكلام على حجية الإجماع. الإجماع لابد له من مستند كما بينا قبل ذلك. الإجماع لابد له من مستند من كتاب، أو من سنة، وقد تخفى السنة على كثير. نعم والله، نعم صحيح صحيح صحيح. أنا المفروض كنت أبدأ به من أمس، لكن يعني اعتراني من بعض المرض وبعض الأمور التي أوقفتني، وأعد إن شاء الله سأبدأ به بإذن الله، إما من الغد أو من يوم الخميس، إن شاء الله، وأعتذر على التقصير، سأفعل إن شاء الله. عامة وأتكلم عن مسألة الإجماع إذا كان ظني أو قاطعي، أبشر، هو كتاب الموافقات من أعظم الكتب للشافعية والمالكية، لكن لابد أن تعلم يا حاتم أن الحرب ضروز بينها وبين مدرسة أخرى من مدرسة المتأخرين. جزاكم الله كل خير. ما مدرسة المتأخرين من مدارس الأصول الذين أغرقوا الناس بالنسبة للأصول في المنطقة، في أصحاب المنطقة يعني المناطقة، وتوغلوا في فروع ليس لها تأثير بالغ في الأصول، فأقحموها في الأصول وهي ليست في الأصول، ليست من الأصول. نهيك على النظر الصحيح السديد في مسألة التقسيمات. يعني أنا أتكلم عن طبقات طلبة العلم، بنقول مقلد ومجتهد، وبينهما طبقة وسط، هي الطبقة المتوسط الذي نقول هو طالب العلم، اللي هو طالب الدليل، اللي هو يعتبر طبقة في الوسط ما بين المقلد وبين العالم المجتهد، يستطيع أن يعرف قول العالم بدليله، ويستطيع أن يرجح بين قولين بالأدلة، يستطيع ذلك. كما قلنا بأنه المدرسة هذه مدرسة من أهمية المكان، مدرسة الشاطبي هو الذي أبدع حقا إبداعا كاملا في مسألة الأصول، لذلك أتعب نفسه جدا من طلب الأصول ولم يعرف كيف يطلبها عن طريق هذه المدرسة. الله خيرا، أحسن الله إليكم. أكمل يا جهاد، أكمل الكلام، لم يأتي موصولا. قلنا مسألة الإجماع، والإجماع لابد له من مستند هو الكتاب والسنة، صحيح. وقلنا حتى الإجماع على الظن على مسألة القياس. عملت هذه مقدمة من المقدمات التي تكلم عنها المصنف، احنا ما زلنا في المقدمات ليبين أسسا. هات يا شيخ، قل له للدروس. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كما قلت، هذه مقدمات من الأهمية بمكان، نترسم بها طريقا لإتقان الأصول. لأن كما قلت، لو أنت انفردت بالأصول التي عجت بالمنطق وأدخل فيها الأشاعرة، أكثر مصنفي الأصول أشاعرة، أدخلوا فيها مسائل كلامية، ليس من مسائل الأصول. أي نعم، هو الوسط بين المقلد والمجتهد. كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك، يعني تقول من طريق المباشرة أو الوسائط أو الوسائل، لأنها تغذي فرعا فقهيا أو من الآداب الشرعية، فوضعها في أصول الفقه عارية. إذن هنا أصول الفقه يحتاج إلى تنقيح في هذا الباب، والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا لمسألة مهمة جدا في مسائل الفقه، وهي أن يجتهد فيه، محققا للاجتهاد فيه. فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له، ولا يلزم على هذا أن يكون كل من بنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه، كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث، وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه، أي تحقيقه لا استنباطه، وينبني عليها من مسائله. وليس كذلك، فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، وإنما لازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه فليس بأصل. كل أصل لا يفيد في الفروع الفقهية فإنه إقحامه في أصول الفقه عارية، خطأ بين، فلا بد من تنقيح. وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل،
مسائل التي ونحن في الأدلة النبوية على القاعدة في الأدلة النبوية على القاعدة الأصولية بينا على مسائل كثيرة جدا أنها ليست من أصول فقه، أقحموها في أصول فقه وليست من أصول فقه. وهذا كله بفعل المتأخرين. لذلك قلنا العلم في المتقدمين لا في المتأخرين، العلم حقا في المتقدمين لا في المتأخرين. المسائل أدخل المتأخرون مسائل كثيرة في أصول الفقه ليست منهم، كمسألة ابتداء الوضع، مسألة معروفة، مسألة ابتداء الوضع وقبل استعمالها حقيقة ولا مجازا، هي من الوضع، اللغة من وضعها، الله جل في علاء من العرب، مسألة الوضع وتعرضنا عليها قبل ذلك كثيرة. فهذه مسألة ليست من مسائل أصول الفقه ولا تفيد في الفروع الفقهية. مسألة الإباحة، ولذلك هو يبين لك هل الإباحة تكليف أم لا. ولذلك عد العلماء أنها ليست من أصول الفقه، الكلام على الإباحة ليست من أصول الفقه، لكن لها علاقة بالأصول في إيش؟ النية تدخلها لأنها قد تكون واجبة مستحبة أو محرمة أو مكروهة، النوايا تفرق. لذلك قال الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ مسألة أمر المعدوم، أن يأمر بشيء معدوم، هذه مسألة تدخل في أصول فقه ليس لها فائدة فقهية، ليس لها فرع فقهي يستفاد به. مسألة هل كان النبي متعبدا بشرع أم لا؟ ما الذي يفيدنا في هذا الباب أصولي في الفقه يعني؟ ما الذي يفيده ويجعل فيه ثراء فقهيا وفرعا ينبني عليه أحكام؟ ما في ولا شيء ولا شيء. كما اختلفوا في وجهة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بمكة، لما كان يصلي بمكة كان يتجه إلى الكعبة، هذا كان بشرع أم لا؟ قد يتكلم الأصولي يقول هناك الكلام على الشرع من قبلنا، قد تكون فيها فائدة إقحام لهذا، فنقول أيضا ليست من أصول الفقه هذه. ومسألة التكليف لا تكليف إلا بفعل، كمسألة إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه، وكان الأصل ليس مراد، الفعل ليس مرادا هنا، كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها، يعني لا صح إدخالها في أصول الفقه. فكل مسألة لا ينبني عليها فقه لا يصح إدخالها في أصول فقه، كالمسائل اللغوية والمواد اللغوية، كمسألة ابتداء الوضع كما قال هو، كمسألة الإباحة، هذه المسائل ليس مكانها أصول الفقه. وإن كان هناك بعض المبادئ اللغوية التي مكانها محلها أصول الفقه، نعم، كالمطلق والمقيد والعام والخاص، حتى هذه أيضا تطلب، لما تطلب بتطلب من إيش؟ من مكانها الخاص. فقال كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها، ثم البحث فيه في علمه، وإن انبنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحو، معاني الحروف وتقسيم الاسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجاز، المشتق المترادف المشتق، كل ذلك هو في العربية، مباحثه في علمه الخاص. فأنه يتكلم الأحكام العربية في أصول الفقه على مسألة هي عريقة في الأصول، وهي أن القرآن الكريم ليس فيه من طراق كلام العجب شيء، وكذلك السنة أنه لا عجم في القرآن ولا عجم في السنة، وأن القرآن عربي والسنة عربية لقول الله جل في علاء، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لكن ما الدليل على أن السنة عربية؟ ما الدليل على أن السنة عربية؟ ما الدليل على أن السنة عربية؟ من آيات الله والحكمة، ما واجد دلالة يا أحمد؟ جاءت قال أنزلنا إليك الذكر فهي وحي ينطبق عليها، أن النبي يتحدث العربية الفصيحة، أن النبي عربية، لا إله إلا الله، أردت منكم الآثار فما أتيتم بها، ولما أتيتم بالآيات ما وجدت منكم بيان وجه الدلالة منها. طيب هنا قال الله تعالى أنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان العربية لا يكون إلا بالعربية، بيان العربي لا يكون إلا بالعربية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني
قد أتيت القرآن ومثله مثله خط تحتها لأن هذا وجه الشاهد. ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. أنا أرى في وين أنت أتيتني؟ في أنت بعد ما تكلمت يا أبا الوليد، لأن ده آخر حاجة جاءتني لتبين للناس هذا آخر شيء جاءني. لكن جيد جيد، نعم جيد ذلك. فالسنة العربية، فلا معنى أن نقول بأن القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل، لأن هذا العلم من علم النحو واللغة ليس من علم الأصول، بل بمعنى أنه من ألفاظي ومعانيه وأساليب العربي، بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط ومنه الاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع المخاطبة خاصة. فإن كثيرا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشرع. وهذه مسألة مبينة في كتاب مبينة في كتاب المقاصد. وقول هنا لابد أن نفهم أنه يريد الآن أن يخرج كل ما لم يكن نافعا في مسائل الفقه، ما أقحموه وأدخلوه في أصول الفقه هو ليس منه. لما؟ لأن أثره لا يظهر، أثره في الفقه لا يظهر. هنتكلم على أصول الفقه، الفقه ينبني عليه، الفقه ينبني عليه. نعم المغرب عندكم، تفضل تفضلي تفضلي وادعوا لنا، تفضلي وادعوا لنا، تقبل الله وزادك الله حرصا وأدبا، تفضلي. وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف، لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف. طبعا هذه مسائل بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة، بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة. فكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف في فرع من فروع الفقه، فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو طلع عارية. ليش؟ لأن المسألة إذا كانت النزاع فيها نزاع لفظي ولا أثر فيه، ومسائل الفقه المترتبة عليها متفق عليها، إذن لما نتعب أنفسنا ونبحث عن الدليل وننظر في النظر وفي الفقه وفي اللغة وفي الكلام على المسائل المختلفة؟ لما كل هذا؟ لما؟ ما دامت الثمرة التي نريدها متواجدة، متفق عليه في المسائل الفقهية التي أثمرت هذا الأصل عليه، وجدت. كل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف في فرع من فروع الفقه، فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب بطلع عارية. نعم كالخلاف مع المعتزلة في مسألة الواجب المخير. إيش الخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير؟ يعني يأتي لك الشرع بتخيير في واجبات، الواجب أن تطعم، الواجب أن الكسوة، الواجب أن تعتق رقبة. نعم هذه واجبات أو مخير بينها المكلف. فهنا الخلاف بين المعتزل، هل الواجب الجميع ويسقط بواحد من الثلاثة، أو الواجب مبهم، أو الواجب واحد من هذه، أو الواجب يرجع للمكلف الذي إذا اختاره. وكل هذه جاءت خلاف بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة وبين المعتزل، كلها الخلاف فيها. والنهاية أن الجميع اتفقوا أنه لو كسى سقط عنه المطالبة، لو أطعم سقطت عنه المطالبة، لو أعتق سقطت عنه المطالبة وانتهى، ولا أستوعب في ذلك. فمسألة النزاع في هذه الباب وإطالة النفس بالإتيان في الأدلة الأثرية والنظرية ثم المقارنة ثم الموافقة ثم المخالفة، كل ذلك حشو، كل ذلك حشو، وإطالة لا فائدة فيها بعد ذلك، وإطالة لا فائدة فيها بعد ذلك. والقول هنا أيضا بين أهل السنة وبين المعتزلة في مسألة المحرم المخير، يجوز أن يحرم واحد لا بعينه، ويكون معناه أن عليه أن يترك أيها شاء جمعا أو بدلا، فلا يجمع بينهما في الفعل. وقال المعتزلة لا يجوز، بل المحرم الجميع، كما قالوا الواجب في الجميع قالوا المحرم الجميع، وترك واحد كاف في الامتثال. وشوف هنا الأدلة من الطرفين والردود هي بعينها في الواجب المخير، فليس فيها فائدة علمية في هذا الخلاف. لو قلنا بالتمثيل مثلا، إذا قلنا بأنه قال لا تغتسل في الماء الراكد جنبا، قال أو لا تبول فيه، يبقى يصح. يعني إذا قلنا التخيير بالمحرم نريد مثلا فيه، إذا ضربنا مثلا بالأكل بالشرب قائما، إذا قلنا شرب الطعام والشراب فجاء النهي عن الشرب قائما أو الأكل قائما،
لو قلنا التخير بين الاثنين فهنا المعتزلة يقولون الجميع، والأشاعرة السنة أيضا يختلفون بذلك وينظرون المكلف ما يختاره يكون ليس محرم وما ترك هو المحرم كما قلنا، وكل هذا الخلاف لا فائدة فيه. فإقحام إقحام الخلاف فيه مع إطالة النفس في الكلام على الأدلة والمفارقة والموافقة بين الفرق فإن هذا حشو لا فائدة فيه. إذ الثمرة متفق عليها، ثمرة فعل شيئا ساقط عن المطالبة، وفي المحرم إذا ترك شيئا فهذا المحرم فيثاب على ذلك. قال المصنف إن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل، وإنما اختلف في الاعتقاد بناء على أصل محرر في علم الكلام. شوف هو قال متفقون في نفس العمل، خلاص الثمرة وجدت متفق عليه، فالانشغال بالثمرة، الثمرة هنا تغنينا عن الكلام في الخلاف هذا لأنه لا يؤثر في الثمرة، الثمرة صارت متفق عليها بين جميع الطوائف، فالخلاف بينهما إيش ثمرته إلا الإطالة، لن يؤثر سلبا أو إيجابا في الحكم، فالحكم متفق عليه. يقول هو في أصول فقه له تقرير أيضا، هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفة الأعيان، هذه مسألة كلامية الآن، أو إلى خطاب الشارع، يعني الحرمة بخطاب الشارع أو الأعيان، هذه مسألة هذه حقا ترجع في مسألة التحسين والتقبيح، وهذه فيها أقوال ثلاثة كما بيناها قبل ذلك، التوغل في الكلام على تعظيم التحسين والتقبيح العقلي كالمعتزلة، منع ذلك كلية كالأشاعرة، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لما جاء الشرع بتحريم شيء علمنا أنه قبيح وافق العقل النقل، ولما جاء بإباحته علمنا أنه ليس بقبيح بل مستحسن. وأيضا من المسائل التي أقحموها في أصول الفقه وليست من أصول الفقه مسألة تكليف الكفار بالفروع، كما قلنا المتأخرون أولعوا بالفروع في هذا، لذلك ترى من يشرح الفقه يتوغل في الفروع ولا يتقن، لا يتقن عندما تكلمه عن مسألة علمية، يعني بعض من توغل في ذلك وقلد، كان بعض الطلبة جلس معنا يعني ذهب معه في مكان معين، لا أقول الواقع حتى لا يعرف يعني، فيعني سأله سؤال، الولد كان ذكيا، طلب معنا العلم، كان ذكيا له عقلية صراحة وله عقلية، كان ذكيا، أراد أن يجره جرا، فسأله عن حديث معين وقال هذا حديث يوافق ما يقول عليه ويتبناه، قال ممتاز، وجهة النظر 1-2-3، فأخذه وجره إلى مسألة أخرى، فقال له تقول بكذا، قال لا، قال لما، قال المذهب لا يقول بها، قال طيب الحديث يقول كذا، نفس القاعدة المطبقة هنا هي القاعدة المطبقة هنا، لا فرق بينهما، فما الذي فرق عندك؟ فضرب أخمسة أسداس، ما استطاع أن يناقش، يصعب عليهم النقاش علميا حتى، كل الذي يمكن أن يفعله أنه ينقل عمن حفظ عنه الفرع فقط، هذا الذي أقصى ما يصل إليه، الإبداع غير وارد والفهم غير وارد، وهذه مشكلة كبيرة كما قلنا. فمسألة تكليف الكفار بالفروع هو يقول عند الفخر الرازي فقط، عند الفخر الرازي لا ينبني عليه عمل عنده هو، وإلا فمسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة صراحة العلماء قد بنوا عليها مسائل كثيرة، بنوا عليها مسائل كثيرة جدا، يعني بنى بعض الفقهاء على هذا الخلاف في مسألة ضمان المتلف، إذا أغرم يعني من أتلف خمرا أو خنزيرا، هذه كلها فرع عن مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، إباحة وطئ الكتابية لزوجها المسلم القادم من السفر في نهار رمضان، هل له أم لا؟ هذه أيضا مفرعة على هذا الباب لأنه غير مخاطب أو مخاطب، يعني غير مخاطب بالصوم أو مخاطب بالصوم، فرع على هذا. فلما بنى عليه فروع فقهية قلنا خطأ أن نقول أن مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة أقحمت في الأصول، بل هي من الأصول. لما؟ لأنه انبنى عليها مسائل خلافية بين العلماء في أصول الفقه في هذا الباب. لذلك قال المصنف لا يقال إنما يرجع الخلاف فيه إلى الاعتقاد، ينبني عليه حكم ذلك الاعتقاد من وجوب أو تحريم، أيضا ينبني عليه عصمة الدم بالماء والمال والحكم العدالة وغيرها من الكفر
إلى ما دونه. وهذا الذي يقولون فيه، يقولون هذه مسألة عقدية لها فرع فقهي، مسألة فقهية لها فرع عقدي. هذا كلام أيضا لابد من ضابط النقف معه لمسألة التوسل ومسألة القسم بغير الله، يعني تعلق بها نعم بعض الفروع الفقهية. هل تكون هذا الخلاف خلاف فقهي؟ ليش لما يتكلم عن الخلاف الفقهي والخلاف العقدي؟ لأن الخلاف العقدي الضرب فيه من حديد، أما الخلاف الفقهي يقول خلاف فقهي معتبر ولا إنكار فيه، فأنت لا تلزمني بما تتبنى ولا ألزمك بما أتبنى. الله أكبر. الله أكبر. والحكم بالعدالة عدالة راوي يعني وغيرها. الله أكبر. الله أكبر. من الكفر إلى ما دونه وأشباه ذلك، وهو من علم الفروع. هو في قول لا يقال إنما يرجع الخلاف فيه إلى الاعتقاد، ينبني عليه حكم ذلك الاعتقاد من وجوب أو تحريم، وأيضا ينبني عليه عصمة الدم والمال والحكم العدالة أو غيرها من الكفر إلى ما دونه وأشباه ذلك، وهو من علم الفروع، لأن نقول هذا جار على في علم الكلام في جميع مسائله، فليكن من أصول الفقه ولا وليس كذلك، ليس من أصول الفقه، والمسائل الكلامية لا تقحم في أصول الفقه، كمسألة القول ومسألة الكلام النفسي كل ذلك إقحام لأصول الفقه، نهيك على مسألة المنطق، أغرقوا الأصول الفقه بالمنطق والمناطقة، وهذا هذا حقا يضيع في أصول الفقه. بهذا نقول قد انتهينا من هذه الجزئية من الموافقات، وما زلنا في المقدمة، والأمر إن شاء الله يكون خيرا، لأن هذا الباب باب عظيم جدا لا سيما وأننا نحاول قد كان إحياء المسألة المهمة، هي مدرسة الأصول التي حقا تنفع الفقيه. لو فيها أسئلة تفضلوا، وبعد المغرب إن شاء الله نبدأ بالسنن. Thank you.